السلام عليكم ورحمة الله. أحبابي طلاب مدارس هبة الله، نستكمل مع بعضنا شرح لمادة التربية الإسلامية الصف الخامس. وصلنا إلى درس المحافظة على صلاة الجماعة. نبدأ مع بعضنا بسم الله. بداية نقرأ نص الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. مرة أخرى، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. إذن هذا الحديث يتكلم عن فضل صلاة الجماعة والمحافظة على صلاة الجماعة، وأنها تزيد على صلاة المسلم لوحده أو منفردا 27 درجة أو 27 ضعفا. نأتي الآن إلى المفردات والتراكيب في الحديث. صلاة الجماعة تعني أن يؤدي المسلم الصلاة مع غيره بغض النظر عن العدد. قد يؤدي الصلاة مع إنسان واحد فيصبح الذين يصلون مع بعضهم اثنان. إذن الحد الأدنى للعدد في صلاة الجماعة هو اثنان، وليس لها حد أقصى. انظر إلى عندما تكون الصلاة في المسجد الحرام في مكة المكرمة، يكون الأعداد بالآلاف وقد يصل إلى مئات الآلاف. إذن صلاة الجماعة أن يؤدي المسلم الصلاة مع غيره. تفضل أي تزيد في الأجر والثواب صلاة الفذ، أي صلاة المسلم لوحده أو صلاته منفردا. التعريف براوي الحديث الشريف هو ابن عمر، أي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، صحابي جليل من علماء المسلمين الكبار رضي الله عنهم. أسلم صغيرا وكان كثير الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه أسلم قبل والده عمر بن الخطاب بما يقارب السنتين. إذن أسلم قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كما قلنا، صلاة الجماعة هي أن يؤدي المسلم الصلاة مع غيره فلا يصليها منفردا. مكانها تؤدى صلاة الجماعة في أي مكان، في المسجد، في العمل، في المدرسة، في البيت، في الحديقة، ولكن أفضلها أن يؤديها المسلم في المسجد. فضل صلاة الجماعة، فهي تزيد على صلاة الفرد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 27 درجة، أي هي أفضل 27 ضعفا عن صلاة المسلم لوحده. وأيضا إذا صلاها المسلم في المسجد فإن الله يرفع الذي يحافظ على صلاة الجماعة بكل خطوة يخطوها ويضع عنه الخطايا، أي يمحو له الذنوب. وأيضا الملائكة تدعو لمن يحافظ على صلاة الجماعة وخاصة بالمسجد بالرحمة والمغفرة. انظر إلى هذا الفضل العظيم لصلاة الجماعة. نصل أحبابي إلى كيفية الوقوف لصلاة الجماعة. لو أردت أن أصلي صلاة الجماعة ومعي مثلا إخوتي وأخواتي، أمي وأبي، كيف نقف؟ كيف نصطف لصلاة الجماعة؟
إذن انظر إلى الصورة، يصطف الإمام أولاً أو يقف الإمام، ثم يصطف خلفه الرجال كما هو موضح في الصورة، ويصطف أيضاً معه الأولاد، إذن الذكور في الصفوف الأولى والإناث في الصفوف التي تليها. إذن يصطف الإمام ثم يصطف الذكور ثم من بعدهم الإناث. هذه هي كيفية الاصطفاف في صلاة الجماعة. وأيضا هنالك آداب لصلاة الجماعة يجب أن يلتزم بها المصلون، منها تسوية الصفوف، أن تكون صفوف المصلين مستوية، أكتافهم متراصة، وأيضا التزام الأدب والهدوء وعدم إيذاء المصلين. لا أرفع صوتي لأنادي على أصدقائي داخل المسجد أو أثناء صلاة الجماعة، ألتزم الهدوء والأدب، ولا يكون صوتي في الانتقال من السجود إلى الركوع إلى القيام بكلمة الله أكبر أعلى من صوت الإمام. إذن التزام الأدب والهدوء، تراص الصفوف، وأيضا متابعة الإمام وعدم سبقه بشيء من أعمال الصلاة. إذا وقف الإمام أقف، إذا ركع أركع، إذا سجد أسجد، إذا اعتدل من السجود وهكذا. إذن عدم سبق الإمام بشيء من أعمال الصلاة. نصل الآن إلى حل الأسئلة في صفحة 77. أبين فضل صلاة الجماعة. كما قلنا تفضل صلاة الجماعة صلاة المنفرد 27 درجة. انظر إلى هذا الأجر العظيم من الله عز وجل. السؤال الثاني، أكمل الفراغ. راوي الحديث الشريف هو ابن عمر أو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. معنى كلمة تفضل كما ترى تزيد في الأجر والثواب. جيم، معنى الفذ صلاة المسلم منفرد. السؤال الثالث يا أحباب، أضع كلمة صحيح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الخاطئة. ألف، يجب أن يكون عدد المصلين كبيرا حتى تصح صلاة الجماعة، ما رأيكم؟ قلنا أن صلاة الجماعة تصح باثنان، إذن عبارة خاطئة. ب، تجوز صلاة الجماعة في المدرسة، قلنا أنها تصح في المدرسة، في العمل، في الحديقة، في المسجد، في البيت، إذن هي عبارة صحيحة. السؤال الرابع، أذكر أدبين من آداب صلاة الجماعة. من الآداب تسوية الصفوف والتراص فيما بين المصلين، أيضا قلنا التزام الأدب والهدوء، أيضا قلنا عدم سبق الإمام في أي من حركات أو أداء صلاة الجماعة في القيام والركوع والسجود وهكذا. هكذا انتهينا من أداء من شرح الدرس. أتمنى أن نحافظ جميعا على أداء صلاة الجماعة حتى نحصل على أجرها العظيم، ونلتقي بشرح الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم.